وانا لو منهم اسيبه هو اللي يلعب ركله الجزاء. ادي بص هو رايح ياخد ضربه جزاء بخبره كبيره. هل يفعلها متعب ولا عبد الراضي؟ يا سلام يا عبد الراضي يا سي. على حدود المنطقه عبد الله السعيد، فرصه فرصه فرصه، ضربه جزاء تانية، ضربه جزاء تانية، ركله الجزاء التانية يحصل عليها المره دي احمد عبد الظاهر. لعب تاني، هل متعب تاني؟ سابوها لمين ده؟ سابوها المتعب برضه، سابوها. المره دي هتعمل فيها ايه؟ جول. وبها ايضا عماد متعب حطها في اقصى